OIB. 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 الشعبة الدولية للبكالوريا الفرنسية اللي بتكرس القيم التعدد اللغوي والتعددية الثقافية من خلال برنامجها الغني بالمحتوى الأدبي والثقافي. برنامج لويبي يولي اللغة العربية مكانة عظيمة ويقدمها إلى الطلاب بطريقة محببة على أنها لغة معرفة وأدب وتاريخ وجمال. انتشر لويبي حول العالم وعزز مكانات اللغة العربية في المدارس الفرنسية في لبنان والمغرب والجزائر تونس وفرنسا. وضمن البرامج الثقافية الراقية التي تنظمها الشعبة الدولية جاءت سلسلة لقاءات أدبية وفكرية مع مجموعة من الكاتبات اللبنانيات اللواتي تطرقن إلى مواضيع أساسية تحاكي حياة كل إنسان: التعايش، الحب، والانفتاح على الآخر المختلف. فكانت حوارات مباشرة عبر تطبيق زوم بين السيدة لوركاس بيتي والسيدة شذا شرف الدين والسيدة ليلى بساط وطلاب الثانوي الأول والثاني والثالث بحضور فاعل من إدارة المدرسة ومؤازرة الهيئة التعليمية للأوئي بي، ما جعل هذه اللقاءات ممتعة ومفيدة. ومسك الختام مع كلمة المدير العام لمدرسة الليسي الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت السيد بريس لوتيه، الذي أثنى على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الفعاليات. بلش لقائنا مع الكاتبة شذا شرف الدين. عالجت معنا الأستاذة شذا فن التعايش واللي عبرت عنه بكتبها ولقائاتها وأقوالها، كما أنها أوصلت إلينا فكرة التعايش بين الأديان والطوائف. روت لنا الأستاذة شذا الأحداث التي مرت بها خلال الحرب الأهلية اللبنانية. يعني هو التمني إنه يصير هيدا البلد كيف بالعكس عم ينتهي وعم بموت، خاصة بعد انفجار الأربعاء آب. حسيت بفعلا ضربة، يعني كأنه الضربة القاضية على صورة البلد اللي عبالنا نعيش فيها، اللي عبالنا التعدد اللي عبالنا. تألنا بعد ذلك إلى اللقاء الثاني وكان لقاء جميلا، تمحور حول الحب في الحياة والنص الأدبي مع الإعلامية والكاتبة لوركاس بيتي. فسرت لنا السيدة لوركا عن الحب وكيف ممكن الإنسان يمرق فيه من كل النواحي، وعالجنا أيضا طريقة التعامل مع الحب وما هي ردود فعل المحبين. الحب دوما هو حب حقيقي، لا حب بين بين ولا حب مزيف. طرح تلاميذة البخوميغ وإيبي مجموعة من الأسئلة على السيدة لوركا، وكان منها أنا بتصير عم بتفهم، بس عطول بتسأل إنه نترك وطننا، يعني ما منحب الوطن أو كرمالنا، أو في كتير إنه في كتير نظرات مختلفة لهالموضوع. بس بالنسبة لحب الوطن، شو بيعني الهجرة؟ إنه يعني ما منحب وطننا او يعني كرمال مستقبلنا؟ جنرال، انه هل هناك عدد محدود للمرات اللي بنحب؟ طبعا لا، لانه قلت بالمقدمة انه الحب هو الشيء الوحيد، لانه اذا اعطيته بيزيد عندك بفيد. يعني
وأخيراً ختمنا لقاءنا مع الكاتبة ليلى بساط لحكيت عن موضوع أدب الرحلة كجسر عبور نحو الآخر. ويتبع الإليادة الأوديسي وأسفار الرحالة أوليس الذي أبحر لمدة 20 سنة وظلت بينيلوب زوجته الصبورة تنتظره ولا تؤمن إلا بعودته قبل وعاد إلى إيتاكا. ومن خلال هذا الترحال يقابل شعوب كثيرة ومغامرات مخيفة. وخلال هاللقاء نقلتنا الكاتبة إلى بلدان عديدة وعرفتنا على حضارات الشعوب وثقافاتها. حقا لقد كان لقاءنا ثقافيا بامتياز، فبواسطة السفر يتعرف الإنسان على الآخر. هذا اللقاء جعلنا نسافر في رحلة افتراضية على متن تجارب الكاتبة وثقافتها الواسعة. طرح بعض الأسئلة على الكاتبة ليلى بساط من قبل التلاميذ السجون أويبي، وكان منها: ما هو موقفك من أبرز الأحداث التي يمر فيها بلدنا؟ ما هي الشخصية التي أثرت فيك؟ أثرت بالأسفار والله كتير شخصيات. تعرفي قصة اسكندر المقدوني لأنه كمان فسر لنا إياها عالم آثار قصة الإسكندر المقدوني في سيوة اللي هي بالصحراء الغربية، حكي لنا إياها عالم آثار ألماني شغلته هنيك، حكي لنا إياها بطريقة فظيعة الشكل، فأثرت فينا كتير شخصية الإسكندر وكيف ركب هالقصة اللي دخل فيها من خلالها على الديانة الفرعونية والديانة الوثنية الإلهية تبعية اليونان كمان لا يثبت حكمه. يعني اليوم كمان كتير أديان كتير رجال حكم تستعمل زيت الطريقة، فكانت هاي كتير شغلة أثرت.